من دمشق عبر الهاتف. أهلا بك مازن. يعني اشتباكات هي الأعنف في دارية كما وصفها الناشطون، والنظام يرسل تعزيزات عسكرية. هل من تفاصيل جديدة عما يجري في هذه المدينة؟ نعم، قصف مدفعي يعني جنوني وصاروخي يستهدف المدينة اليوم، مع تنفيذ يعني أكثر من 9 غارات جوية على المنطقة بالتزامن مع انتشار يعني دبابات تابعة لكتائب الأسد التي تحاول الآن اقتحام المدينة. والتعزيزات العسكرية التي وصلت صباح اليوم لدارية هي الأضخم يعني حتى الآن، وهم الآن يحاصرون المنطقة من جميع المحاور. ومنذ قليل بدأت الاشتباكات في محاولة لكتائب الأسد لاقتحام البلدة، وجيش الحر يعني دائما يتصدى لهذه الاقتحامات بشراسة. فقط يعني أريد أن أتكلم يعني عن استشهاد اليوم، استشهد النقيب البطل فجر أبو شهاب، وهو نعم أحد قادة تجمع أنصار الإسلام، متأثرا بجراحه في معارك إدارة الدفاع الجوي التي ما زالت حتى اللحظة متواصلة هناك. واليوم يعني ليست حمص الوحيدة محاصرة، بل الغوطة الشرقية بريف دمشق، حيث تم قطع جميع مداخل ومخارج الغوطة الشرقية بحواجز تابعة لكتائب الأسد. والآن الأهالي الموجودين في الغوطة مقطوع عنهم كل شيء، يعني لا مواد بترولية ولا مواد غذائية ولا أدوية، وهذا أمر خطير جدا. ولا زال القصف العنيف يتواصل على هذه البلدات في الغوطة الشرقية، وخاصة مسرابة وشبعة وبيت سحم. وكان أعنف القصف اليوم على المليحة التي اشتد القصف فيها في هذه اللحظة، طبعا هذا اليوم 9 على التوالي. والجيش الحر لا زال يحاصر إدارة الدفاع الجوي في البلدة بالتزامن مع اشتباكات عنيفة تجري الآن في محيط إدارة الدفاع الجوي، نعم. مع تنفيذ يعني عدة غارات جوية. والآن يعني هناك خبر عاجل، مدينة يعني بلدة عقربة في الغوطة الشرقية الآن تشهد قصف يعني عنيف جدا، وذلك يعني يتم استهدافها بالصواريخ والدبابات والهاون، والاشتباكات لا زالت متواصلة هناك بين الجيش الحر وكتائب الأسد على طريق المطار. مازن، حدثنا عن الانفجارات التي هزت حي ركن الدين، هل من جديد حول الأوضاع الميدانية في الأحياء الجنوبية أيضا؟ نعم، بعد الانفجارات دخلت تعزيزات يعني عسكرية ضخمة يعني مؤلفة من أكثر من 11 سيارة مليئة بكتائب الأسد، هي تستعد الآن لحملة اعتقالات ومداهمات واسعة، وتخوف كبير من حصول مجازر في حي ركن الدين. يعني الآن هناك أمر خطير في حي ركن الدين، التعزيزات دخلت الآن وبأعداد كبيرة وضخمة جدا إلى الحي في لحملة اعتقالات ومداهمات في هذا الحي. نعم، مازن الشامي الناشط الإعلامي، كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك.